تصورش عاودوا لك المساء. لا غير باغي دابا جانا صبح الصباح خاف يدخلوا يهزوا شي حاجه. والعساس عندكم هنا في الحوض. زعما ماشي حاجه ولا ماشي ماريو تما. يباركيها مزيره فهمتيني. السلام عليكم خاي زين كتشوف الحادثه السير اللي وقعتنا هنايا اتخانا ما عرفناش مين جا قال لك اركب معاه ما نعرف بغى يسرقو صدق ما جي من هناك ضرب في الشجره صدق ضرب طونوبيره دنس ثلاثه طونوبيره صدق دابا تينا كتشوف جانا الحيط هنايا ضربنا كنا جالسين هاد الدار ديالنا هنايا جالسين شفنا هاد الواقعه السير اللي وقعت الله يحفظ دار السلام هذا ما نقول قولوا واش حاول يسرق الساعه ديال الساعه اللي قالنا من التاكسي كان جالس معنا قال لك هو وقع له شي حاجه بيناتهم دالو الكونتاك ديالو صدق هو نزل باش يدي ديك الكونتاك ديالو صدق اخر كملوا على ديريكسيون بغى يمشي باب ديريكسيون صدق تركب معايا اخر بقاو كيتعانتوا من برانس قال لك اركب مع بريما كذا وجابوا من برانس هنا تينا كاتشوف لا ما كيقاوه لا مسألة تسو لا غير شي فور هذيك الطونوبيرات الناس هذا اللي وقع السلام عليكم في كاسابارا تخرج ملي كتشوفوا الكارثه كبيره دي عند الطونوبيره دابا بنادم الناس مع مراته ولا شي حاجه دابا تدخل عليك مثلا التاكسي شنو يقول لك على دي عند شنو هاد الدرامات الحمد لله ما جاتش في بنادم ما جاتش في الصحه ديال بنادم هادشي كامل كيتسخلف واس عاف حاش خد فيليستين تي باق 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 توني زرو الناس والله الا زرو الناس شنو اللي وقع عليه تسط الطوموبيل ضربو وجا ضرب واحد الشجره هرب ديك خانه قال لك يبغى يسرقو فهمتي وجلس فوق راسه بو داروا السيرفيس التاكسي وخانه هرب له الدريكسيون ودخل في ديك الدار راهي ثلاثة الطوموبيل راسك الحمد لله ما دخلش مثلا ضرب شي واحد مثلا شي عايز تيتور ولا كيلعبوا هنايا تدخل ديك الدار تدخل الدار اخ شنو قلت حفره خلا سما خوتي الله يلا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.